كيف بتنظموا وقتكم وكيف يعني الفكرة بدت من عندكم وكيف يعني صار في عندكم متابعين على الفيسبوك؟ صدفة ولا صار في عندكم إشي يعني معين؟ مواهبكم كيف طلعت؟ صحيح، شكرا لك. ايه نقطة مهمة صراحة، في يعني نحن كنا مخططين ضمن القصص شو الشغلة يلي هالقد انت بعرف شو هي، لأن حكيها مرة بمقابلة، شو الشغلة يلي عن جد قلبت الطاولة بليلي ما فيها ضوء قمر، انت لقيت حالك هالقد عندك متابعين وهالقد؟ هي الفكرة انه لو غير انه الفيديو، اي الفيديو انت اللي للعطر؟ لا انا عم بحكي هو عن الفيزيكس والماث. هو شيء انا شيء العطر. العطر بس وما كانش هون سؤاله، هو سؤاله انه انت كيف لقيت موهبتك او لقيت كذا. هسا حسب ميولك، يعني انت مثلا انت بتحب التصوير، انت بتحب شو انت بتحب؟ فهمت علي؟ انا بالنسبه لي انا كنت احب التصوير وكنت حابب اني انا اكون اطلع ممثل واضحك الناس. كنت خلص انا بحس في شعور مريح لما الناس اللي قدامي اشوفها تضحك على شيء انا سويته، بحس حالي عملت انجاز. تمام. لما سويت فيديوهات وعملت هالشغلات شفت إقبال على الموضوع كملت، وبعد تقريباً 50-60 فيديو، الفيديو الوحيد يعني الفيديو واحد اللي انتشر خلى الناس تشوفه ب 50-60 فيديو. فهمت علي؟ فالفيديو الواحد مش هذا اللي ضحك الناس كلياته، لا، وهي الناس اكتشفت هذا البني آدم فدخلت شافت كل فيديوهاته فحبت اللي بتسويه، فهيك صار عنده متابعين.